الشيها وليلات ونحزاوي. تحياتي للمراكشيين وتحياتي لكل شيء. أنا فرحانة ومسرورة بزاف أنا شاركت في هذا المهرجان الدورة الثامنة ديال الغيوان بحضور سكينة الله يطول عمرها ويخليها لينا تكون بصحة جيدة عزيزة علينا بزاف. وكيسعدني الحظ أنني جوج الخطرات هادو باش أنا حضرت سكينة حضرت لها في مصر وعاود حضرت لها هنا في مراكش. وتحياتي للهواريين كاملين والهواريات كنقدم لهم تحية كبيرة صغيرة. وأنا بنت مراكش وتنجل في الهواري والحمد لله لقى إقبال تبارك الله 24 سنة باش أنا في هذا الميدان درت بأوروبا كلها هي ودرت به المغرب وكنفتخر به وكنقول كاع الناس اللي هما موسيقيين وفنانة تنعجي لهم تحية كبيرة كبيرة وبزاف الكبير والصغير وشكرا. لا لا خديجة لا تشعر خديجة لا لا خديجة لا تسوى خديجة لا لا خديجة لا لا خديجة الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.